لا مش شريرة، لا مش شريرة خالص. بصي انا ما بعرفش اتكلم عن دور خالص، يعني الا بعد ما يخلص الناس تشوفه واشوفه معاهم. على فكرة يعني بس اديني اسال حاجه في الاول، هو الحب الحرام ولا البيت هو السليم؟ فهم كان اتنين واحد؟ هو عشان في ناس الحب كتير فاكره الحرام. ان ده مسلسل لا ومش لا، هو مسلسل. الحب الحرام وتم تغييره لبيت السلايف. هي مش شخصية شريرة خالص، هي شخصية شعنونة وشقية وخلقها ضيق وعصبية، لكن هي مش شقة شريرة. أيوة قالوا يعني مغرورة وليها شكل كده. لا يعني لا مش يعني مش مغرورة، بس هي شعنونة يعني. بس لكن هي مش شريرة. مسلسل حلو قوي 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 قوي، يعني شيرين دي من مغرورة؟ من الورق الحلو قوي اللي أنا قريته مؤخرا. ورق حلو جدا جدا، وفي مجموعة جميلة ومميزة جدا من النجوم، وبتمنى ان شاء الله يا رب انه ينتهي تصويره على خير ويعرض ده والناس بقى رمضان تحبه صح؟ بره بره رمضان رمضان. برضه. 60 حلقة.